السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا هذا الأرطة اللي ينقض عندنا في الرملة، في الرملة مش اللي في اللي ينزل الحين، كله موجود، كله متوفر في مشاط وغيره، كله اللي هو الأرطة مال اللي صوب ناطح حصوية، ينوعين الأحمر والأصفر ناك، بس كله أملسي شيء ملس ملسين شيء يكون ملس اللي يدوق حيله. أما هذا قشري، شو قشر هذا مال الرملة، شوف كيف قشر قشر، وهاي هاي شوف فاصلة حمر، هذاك هي ابيض الفاصله، عندي موجود من زارع منه ثاني، شوف حجمه. واذا حصل ماء وين هني عنده في دبي، الدال بيه طالع راقي فوق الجدار من كبره الارطه، وجميل. والطيور ياكل القشر، ما شوف القشر هذا ماله، طيور مهاجره ياكلنا، شوف قشره ها تقدم عليه، مفيد سبحان الله. حتى واحد يقول قال لقينا قشر فيه، قلت له قشر الارطه، هو قال نفسه اللي في الرمل الخالي. وإذا ما يحصل ماي مثلا تملا تحت وقرن الحلال تم تحت، بس نحصل ماي والله وحدة في هناك في الممشى قصوها العمال، ليش كبر طاق قشرة، شوف هذاك ما يسوي قشرة شيء، هذاك بس تحت جديد. أما هذا شوف لين آخر قصة، شوفوا لين فوق ها ارتفاع مترين ها، كله قشور مفيد قشور طالع. أنا هدفي أكثر شيء للبيئة، شو اللي أتحمل وأدور أبحث كل شيء أراه افاص فصع، اقول التمعهان اطلع بثيجه ويزيد الاشجار البريه عندنا ونرد نعيدها مره ثانيه، لو مجهود جبار وغيره ومكلف، بس ان شاء الله احنا مقاومين الى النهايه على قولتهم. هذا يعني وايد يعني كلفني، ما شاء الله هذا حطني في دين، بس ان شاء الله انه صار بنتيجه ويستنفعون الناس منه، واستنفع بلاد استنفع ان شاء الله باذن الله.